أشاد عدد من أعضاء السلطة التشريعية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإعطاء خيار مجاني للمواطنين لممارسة نشاط التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التوجيه يدل على اهتمام ومتابعة سموه لتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة بالانطلاق نحو ريادة الأعمال. خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على سرعة استجابته للمواطنين، وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتكسب عن طريق التواصل الاجتماعي والتي أثلجت صدور المواطنين. وأيضا كانت استجابته حفظه الله حفاظ على المنظومة الاقتصادية والأعمال لذوي الدخل المحدود والأسر المنتجة. في البداية نوجه الشكر لسمو ولي العهد على القرار السريع، وهذه اللي نلتمسه دائما من القيادة في البحرين، قربها من المواطنين من احتياجاتهم. كان يمكن القرار في البداية أوجد نوع من عدم الرضا عند مجموعة كبيرة من الناس اللي تعمل بمشاريع منزلية. جاء قرار ولي العهد في محله بأن يجعل الوضع اختياري لمن يريد أن يطور من أعماله في المستقبل فيدخل في نظام سجلي، أو يستمر كما هو عليه الآن بعمله المنزلي. فأعتقد أن قرار في محله ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام في البحرين والمواطن البحريني. هذا دليل حرص الحكومة على التعاون التام مع السلطة التشريعية، ونحب نشكر أيضا وزارة التجارة ممثلة في سعادة وزير التجارة زايد الزياني على التعاون المستمر والأصر أنه يأخذ المرئيات كاملة والمتطلعات على آراء المواطنين خلال استقبالنا.